قد يبدو الولوج للتطبيب خدمة بسيطة لدى البعض، لكن عند سكان الجبال يشكل الأمر الخبر الاستثناء الذي طال انتظاره. المستشفى العسكري يحط الرحال بدوار وويزغت في خطوة تضامنية وإنسانية لفائدة سكان الدواوير الصعبة الولوج والمعزولة أيضا في ظل موجة برد تضرب هذه المناطق. يعني وويزغت ما كاينش كل اللي كيطلع ليها أبدا، وويزغت منسية أبدا، والمشكل اللي جاب لنا عند الطبيبه هنايا عندي العمليه ديال الفتق وجيت لعندهم داروا لي العمليه ناجحه، كل شيء بخير كل شيء مزيان. مستشفيات هنا بعاد، عندنا وحده صغيره مره طبيب كاين مره ما كاينش على حسب الوقت، الثلج الناس مكرفسين في الجبال، باقي هنا المنطقه هنا شويه ماشي بحال الناس في الجبال مكرفسين اكثر من هذوك. يتكون هذا المستشفى من طاقم طبي متعدد الاختصاصات وبالخصوص الاختصاصات المطلوبة في هذه المنطقة، وممرضين وتقنيين وكذلك خلية للدعم والمواكبة. يتوفر هذا المستشفى بالخصوص على صيدلية تتوفر على جميع الأدوية التي تقدم مجانا للمرضى، وقاعة للجراحة بالإضافة إلى معدات مهمة للفحوصات. سرعان ما تتوافد أعداد كبيرة من سكان هذا الدوار ودواوير مجاورة بانتشار الخبر للاستفادة من فحوصات في تخصصات مختلفة وشفاء علل من مخلفات وآثار البرد والثلوج على أجساد ما زالت تقاوم عاما بعد عام من أجل الصمود. تنجيو تنتكرفصوا في الطريق وبعاد، وما بحالهمش ما عندهم حتى مدخول في اي تي سيمور، وهما بعد اصلا على وويزغت، تجيو تيجيو بعاد وتتكرفصوا في الطريق، ما كاين لا ترونسبور لا والو، وتيتمناو وتيطلبوا من سيدنا يخليو هذا المستشفى يكون دائما موجود. الحمد لله في تيجيو الناس واخا بعاد ومكرفسين تيجيو يداوي ويشدوا الدواء ويمشيو، وتيطلبوا من سيدنا يخليو هذا المستشفى يكون دائما موجود. وبانتهاء حصص العلاج يعودون أدراجهم نحو بيوتهم على أمل لقاء طاقم طبي يقوده الدافع الإنساني لزيارة جديدة. مهمة الوصول إلى هذا المستشفى العسكري بالنسبة لسكان دواوير وسط الجبال هي مهمة ليست بالسهلة، سكان لا تسعفهم لا التضاريس ولا الإمكانية المادية من الولوج إلى الخدمات الأساسية، وهذا المستشفى العسكري يعتبر فرصة لا تعوض بالنسبة لهم من أجل الولوج إلى التطبيب المجاني ولو مرة في السنة. رجاء فضلي وكمال غنيم، ميدي أن تي في، وويزغت.